اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. فيديو جديد النهاردة، ومعلش بقى أنا اتأخرت عليكم. هنعمل النهاردة فراخ بتتبيلة جميلة يا جماعة. طبعا بحب أجيب لكم الوصفات اللي هي سهلة وعلى قد الإيد، تمام؟ أنا ما بحبش أطلع في العالي، فأنا عاملة كده فراخ وعاملة جنبها لوبيا ورز، فهعمل فراخ بوصفة يعني حلوة وسهلة، تمام؟ جبت هنا بقى، هنبتدي بالمقادير. طبعا معايا الفرخة، وطبيعي قايلين بتتغسل ازاي وبتنضف ازاي والمحلول بتاعها ازاي، كله تمام. هنا بقى بشرت طماطماية كده، في بصلاية في الكبة فرمتها ناعم، ومعايا ليمونة. هنا بوريكم اللوبيا، بعمل بسلق اللوبيا اللي انا هعملها، تمام؟ اهي طبعا بغسلها الاول وانقعها، وبعد كده بغليها. عملت البصلة بالشكل ده، وبعدين هجيب حلة احط فيها البصل. لا اله الا الله، هننزل بكمية البصل اللي معانا بالشكل ده اهو، وطبعا في الحلة يا جماعة على النار، وبعد كده تحطوها بقى في تحت الشواية تتحمر. هنا قرن فلفل وحامي، وقرن فلفل بارد، وفص ثوم، تمام؟ حاجة بسيطة ومش هتكلف اي حد حاجة. ده طماطمتين مبشورين برضو في الكبة اهم زي ما هما كده. هنعصر بقى الليمون، هننزل بمعلقتين خل، معلقة خل واحدة يعني كده، ومعلقة زيت، تمام؟ ده بوريكوا الخل اهو، بس كده. هننزل بقى كمان بنقطة زيت والتوابل، ملح وفلفل وكمون وكزبرة، مش هنجيب توابل تانية خالص. والله عايز اقول لكم انها كانت طعمها جميل جدا جدا يا جماعة، جربوها بالطريقة دي والله جميلة جدا. هنا حطيت الكمون والملح، وهنزل بشوية فلفل وكزبرة، وحبة شطة بقى، اللي حابب يحط شطة يحط، اللي بحبها حراقة يحط شطة، مش حابب ما يحطهاش. كده حطيت شوية شطة، وهنقلب الخلطة دي ببعضها، وبعد كده هنتبلها ونسيبها. ممكن تسيبيها قبلها بليلة لو حب، وممكن تسيبيها قبلها بساعة، يعني ما تفرقش يعني كتير، لان هي التتبيلة بتاعتها حلوة وطبعا ناعمة، فهي هتمتصها. وكمان انا مقطعة الفراخ قطع صغيرة مش كبيرة. هننزل بقى كده اهو، انا حطيت شوية زيت كمان، نقطة زيت صغيرة ما كنتش حطيتها، بس عشان تدي لمعة بس للفراخ مش اكتر من كده. هننزل بقى بقطع الفراخ اهو بالشكل ده، ومقطعها مقطعة الصدور اتنين، والورك سبتها زي ما هي، بس عاملة لها فتحات برضو عشان طبعا التتبيلة تخش فيها وفي الفصوص بتاعتها وتبقى كلها حلو. حطيت هنا تحت الجلد بالشكل ده، وعاملة فيها فتحات برضو. يعني بالشكل ده كده. بس يا حبيبي، لا إله إلا أنت سبحانك. بكملها كده أهي بالشكل ده كده، وأقول لكم عاملة فيها فتحات أهي، وقعت مني. عاملة فيها فتحة كده، وأحط فيها علشان التتبيلة تخش فيها كلها.
بالشكل ده كده اهي. لا اله الا انت سبحانك. كده تبلتها خلاص وحطيتها بقى، هغطيها واولع عليها على النار وايه واسيبها لحد ما تستوي، وبعد كده هحطها تحت الشوايه اهي بالشكل ده كده. عايزه اقول لكم طعم وريحه بقى والله في منتهى الجمال. تنفع بقى في العزومات وفي الافراح زي ما انتوا حابين. هنا بقول لكم كله بيخلصت، هغسلها بقى تحت هصفيها واغسلها تحت الحنفيه كده بميه نظيفه اهي كده. بقول لكم الفراخ بتغلي، وعلى فكره انا ما حطيتلهاش ميه يا جماعه خالص، يعني ما تحطلهاش ميه. هنا الصلصه بتاعت اللوبيا، بصلايه وفص ثوم، وبنزل عليهم بالطماطم تمام. وبعد كده بعد ما بتسبكوا بنزل عليهم باللوبيا، وطبعا ما بنحمرش البصله يا جماعه، البصله بتبقى يعني مصفره كده بسيط تمام. هنزل بقى كده باللوبيا واسيبها تاخد بقى مع نفسها كده ايه لحد ما تكمل. هي مستويه طبعا لان انا سلقتها، فطبعا تاخد من التتبيله وكده من الصلصه، يعني نسيبها شويه تستوي معاها، وبعد كده نطفي. مش هعمل لها توم في الاخر ولا حاجه، انا عامله لها التوم مع البصل في الاول. كده بقى الفراخ خلصت معانا. هنجيب صينيه اهي، وشوفوا نزلت صوص كتير ازاي يا جماعه، والله انا ما حطيت لها ميه خالص. هنشيل بقى قطع الفراخ نحطها في الصينيه بالشكل ده كده. ولا هنكلف نفسنا بقى توابل ولا حاجه ولا اي صوصات، انا حاطه حاجات عاديه خالص، فلفل وملح وكمون، وطبعا الثوم والبصل من البيت برضو اهو بالشكل ده كده. شوفوا بقى الصوص ده هحطه عليها برضو علشان ما تتحرقش مني، ما تنشفش قوي مني في الفرن. اهو جبت الصينيه الجاهزه، وبعدين هنزل بقيه الصوص عليها، يعني جبتها الجاهزه كده علشان تشوفوها برضو. ده البصل اللي انا عاملاه بالفلفل والثوم بس كده. هدخلها بقى الفرن تحت الشوايه بس تتحمر من الجنبين، انا بحمرها يعني حمرها كده وارجع اقلبها تاني، احمرها بالوش التاني عشان تبقى ناشفه معايا وحلو. دخلها بقى الفرن وهوريكم في الاخر الاكل شكله ازاي. لا اله الا انت سبحانك. الاكل كده معانا خلص بالشكل ده اهو. عايزه اقول لكم والله طعمه وريحه روعه، اكنها مشويه بالظبط. بس طبعا انا عاملاها في الحله على البوتاجاز، وبعد كده حطيتها في الفرن. وده طبعا معانا طبق اللوبيا بالشكل ده، وعملت جنبه رز ابيض، وده كان الاكل بتاعنا. يا رب بقى وصفه النهارده تعجبكم وتعجبكم فيديوهاتنا، ونشوفكم دايما على خير يا رب، والسلام عليكم.